المحور الاول قيم الانسانيه نص الاستماع كيس الخصام يحكى ان رجلا في العصور اليونانيه القديمه كان يسير ذات يوم في طريق ملان بالاحجار والصخور فراى على الارض شيئا يشبه التفاحه استصغر الرجل شان ما راى فداس عليه بقدمه وتعجب ان ذلك الشيء بدل ان يتحطم او يصغر انتفخ وزاد حجما وتضاعف فرفع عصاه الغليظه وانهال عليه ضربا ولكن الشيء الذي يشبه التفاحه ظل ينتفخ حتى سد الطريق كله ولم يستطع ان يواصل مسيره فرمى عصاه ووقف ينظر في دهشه عندئذ ظهر رجل حكيم وقال يا صديقي اترك هذا الشيء ولا تقترب منه انه كيس الخصام اذا تجنبته ظل كما هو صغير الحجم اما اذا لجات الى التحدي والغضب والعنف انتفخ كما ترى وحاصرك من كل جانب ومنعك من الاستمرار في الطريق الذي تختاره لنفسك